ألف إيه بقى؟ إيه الأغاني اللي ألفها زي إيه؟ يا حمام بتنوح ليه؟ فرديه هو الشيخ محمود. قول لي كلامها كده. بتقول يا حمام بتنوح ليه؟ فكرت عليه الحبايب، ده أنا قلبي مكو مجروح من يوم ما قابل الحباب. هو الأساس بتاعها. حاليا في منشدين كثيرة بتجيبها. بس هو اللي مؤسسها. عايزين نسمعها. يا حمام بتنوحني فكرت علي الحبايب، قلبي مكوي ومجروح على فراق الحبايب، هجروني مع المجريح في هواهم قلبي دايب، سجنوني واخدوا المفاتيح ما قالوا سجن غايب، ولا شبك لبعث سلام للحبايب.